مشاهدينا الكرام، زول فلاون، مرحبا بكم. الاحوال طقس نهار اليوم ان شاء الله الحال راح يكون مغيم على معظم المدن الساحليه كما مستغانم العاصمه، سطيف بجايه حتى تيزي وزو، اما باقي الولايات الساحليه الحال فيها راح يكون صافي، وكان نفس الشيء بالنسبه للمدن الداخليه راح يكون صافي غير من جهه المديه، راح نشوفوا غيوم كثيفه ولكن بدون فعاليه. اما بالنسبه للجنوب راح نسجلوا غيوم من جهه غردايا وايضا من جهه البيض بالشار حتى تندوف، ولكن غيوم خفيفه راح تزول مع السوايع القليله الجايه. اما من جهه اضرار حتى عين صالح وايضا اليزي راح تكون الرياح تقدر ما بين 41 كيلومتر في الساعه. دوكا نجوزو نشوفوا درجه الحراره مع ظهيره بحول الله، وينسجلوا ارتفاع محسوس وتلحقوا حتى 31 درجه بالعاصمه، 28 بجايه، 26 كادنى درجه او كادنى مقياس في عنابه، 29 بوهران، 32 بتلمسان، 37 بالبيض، 43 ببشار، 47 بتندوف، 44 بإليزي، 37 بتمن راس، 48 بعين صالح، هو أقصى درجة نسجلوها في الجنوب تقدر ب 49 درجة من جهة أدرار. أنا بهذا ختمت النشرة الجوية لنهار اليوم، نخليكم مع غروب الشمس في جزائر العاصمة وضواحيها. متابعة ممتعة لبقية برامج الحياة الجزائرية، سلام.